اخي هاي منطقه رجم حديد اللي هي وادي العين الجنوبيه، النواف ضباط. احنا صار لنا من 2006 2003 هاي المنطقه، ما بيها خدمات، كهرب ضعيف، تبليط ماكو، مدارس قليله، معلمين ماكو بالمدرسه. هاي بنتي من دامت لحد الان بالمدرسه، لحد هاي اللحظه ما انطوها موضوع واحد. يعني الى متى هاي الوضعيه تظل؟ تبليط ماكو، الشوارع نمشي عليها ماكو، مدرسه كرفانيه. احنا بال 2022 على 23 مدرسه كرفانيه لحد الان بهذا الوضع، كل شيء ماكو، منطقه مهجوره. يعني المناطق النائيه بلطوها، ومنطقتنا احنا بداخل الموصل داخل محافظه نينوى ما مبلطه. والله محتاجه شوارع، محتاجه مجاري، محتاجه. شوف هذا الوسخ الامراض دحش هذه، لكن الوسخ هنا تمرضت العالم، ومحتاجه افرع هنا بالشوارع. العالم يصير اذا مريض ما تقدر تطلع من هنا على الشارع، ما مبلط ابد. يسولفون بالتبليط يسولفون مجاري، بس التنفيذ ما. واخطر شيء عندنا الطلاب بالمدارس هنا، هذا الشارع صار اربع سيدات، والطلاب هنا تطلع من هنا حوادث كثيره راح تصير بي. احنا نحتاج الطلاب هذه اكثرها بالشدام يسوون مدرسه النوبه هنا تداوم حتى ما تعبر الشارع، مدرسه وحده هنا. المعاناه تحتاج تبليط الشوارع اكثر شيء، خدمات الكهرباء ماكو. انطالب من سيد المحافظ نجم الجبوري ان يطلع على منطقه رجم حديد اللي هي نسبه الاكثر يعني بالاحياء اللي ما بها خدمات. انطالب منه انه يشوف احوال المنطقه ويزور المنطقه وتاكد من الاهالي. اكثر من الاهالي قدموا طلب سيد المحافظ، هو اجى هنا وطلع على اوضاع، بس احنا نطالب اكثر. والله كل شيء نحتاج شوارع، كهرباء ضعيفه، اي والله، ومدارس. وهذه بيوتنا فلشوها، الله بدا كان بيتي هنا فلشوه، والله ما انطوني كل شيء، ما انطوني فلشوه على مدى الشارع، وبيتي بعيد عن الشارع. هم تجاوز؟ تجاوز نعم، كل رجم حديد تجاوز. هسه وين قاعد؟ والله قاعد اجار وقاعد بمزبله.